حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. عصام يوسف. اتعودنا في حياة المشاهير نتكلم عن نجوم على مر تاريخ الفن العربي، حبيناهم وتابعنا أعمالهم، بس في حلقة النهاردة شيء مختلف إلى حد ما، لأننا هنتكلم عن شخصية فيها مجموعة مواهب بعيدة شوية عن التمثيل. الروائي عصام يوسف، صاحب أشهر برنامج المسابقات الثقافية لطلاب المدارس. عصام يوسف اللي خلى الأسرة كلها تتجمع حوالين برنامج ثقافي ممتع وفيه كتير من الفوائد التانية اللي هنستعرضها لحضراتكم في حلقة النهاردة عن أشهر مقدم برامج ثقافية في الوطن العربي، الروائي عصام يوسف، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. ولد عصام عبد التواب يوسف في القاهرة سنة 1965 لعيلة أدبية من تراس فريد، فوالده هو الأديب عبد التواب يوسف الملقب بعميد أدب الطفل وصاحب الألف قصة. فوالده كان مهتم بأدب الطفل وألف قصص للأطفال كتيرة تعدت الألف قصة، ده غير أنه كان بيألف قصص الأطفال الإذاعية ماما فضيلة في برنامج غنوة وحدوتة، وهو أشهر برنامج للأطفال في الإذاعة المصرية، وكمان هو صاحب برنامج المسابقات الكاس لمين. أما والدته فهي الكاتبة نتيلة راشد الشهيرة بماما لبنى، مؤلفة ورئيس التحرير مجلة سمير للأطفال. وجوده في بيت مليء بالكتب والعلم، فمكتبة والده احتوت على أكتر من 500,000 كتاب، وكان ليه أثر كبير في تكوين شخصية الأديب عصام يوسف اللي هيمشي على خطى والده بس بعد محطات تانية مشى فيها. اتخرج عصام يوسف من كلية الأداب قسم الإنجليزي، وبعد ما اتخرج عمل في مجال اللي بيحبه جدا وهو السيارات، لأن عصام يوسف بجانب حبه للكتب والعلم إلا إنه بيحب السيارات جدا. سافر بره مصر واشتغل في مجال تجارة السيارات، وبعد فترة قصيرة بقى أصغر مدير تجاري في الشركة اللي كان بيشتغل فيها. بعد ما أثبت نفسه في الخارج رجع مصر وفتح معرض للسيارات وتعمق أكتر في دراسة السيارات، فحب إنه يسيب بصمته، فاشتغل في مجال البيئة حوالي 8 سنوات مع وزارة البيئة على اختبار عوادم السيارات، وكان واحد من الشخصيات اللي استطاعت تفعيل قانون السيارات. برغم نجاحه الكبير في مجال السيارات والبيئة إلا إنه ما نساش حبه للأدب والكتابة، فبدأ يرجع تاني للأدب والقصص وهو عنده حوالي 40 سنة. ربع جرام هي الرواية الأولى للأديب عصام يوسف، رواية أحداثها حقيقية وبتنقل صورة المدمن من وجهة نظر المدمن ذات نفسه. الرواية عصام يوسف حكى تفاصيل كتيرة عن الرواية دي، وهو إنه فضل يكتب فيها لمدة سنة، ده بعد ما سمع تفاصيلها من صاحب القصة واللي طلب إنها تتحكي عشان شباب كتير يستفادوا منها ويبعد عن الطريق ده، وبعد كتابتها أخد كمان سنة يراجع فيها. أما نشرها فكان أمر صعب لأن الرواية بتتخطى 600 صفحة، وطبعا قليل اللي يقرأ كتب بالحجم ده، ثانيا لأنه لسه ما كانش معروف في الوسط الأدبي، بس إصرار الروائي عصام يوسف خلاه يطبع الرواية بنفسه ويوزعها على المكتبات ويطلب منهم إنهم يحطوها في أماكن متشافة، وشوية شوية الرواية بدأت تتباع وتشتهر ويطبع منها نسخة تانية لحد ما حققت نجاح كبير غير متوقع. من النجاحات اللي حققها عصام يوسف إن جاله في يوم طالب مدرسة وقال له إنه عايزه يجي مدرسته ويتكلم مع الشباب اللي هناك، لأن في أصحاب ليه بدأوا يدخلوا في عالم المخدرات والإدمان. ففعلا عصام يوسف راح المدرسة وبدأ يدي دروس توعية للطلاب اللي استجابوا ليه، وبقى ينفذ الفكرة دي في باقي مدارس المحافظة. كتب كمان رواية اتنين ضباط اللي منعتها الرقابة في الأول، بس بعد ثورة يناير انتشرت وبعدها جاله جواب شكر من وزارة الداخلية. الرواية نجحت جدا لدرجة إنها كانت هتتحول لفيلم من بطولة أحمد السقا، وأثناء تحضيرات الكتابة عرض الروائي عصام يوسف فكرة مسلسل اللي أعجب بيه جدا أحمد السقا، وتم كتابته وخرج للنور وهو مسلسل ذهاب وعودة. قبل ما نتكلم في برنامج العباقرة لازم نسلط الضوء على عمله كمدير عام لشركة مونتانا ستوديوز للإنتاج السينمائي. والده الأديب عبد التواب يوسف كان ليه برنامج ثقافي مميز وهو الكاس لمين،
فحب الأب وابنه أنهم يطوروا فكرة البرنامج، وخرجت فكرة العباقرة. برنامج المسابقات هدفه نشر الثقافة ومجالات العلم المختلفة بين الطلاب، وفعلا عرضوا الفكرة لأكتر من قناة، بس محدش اتحمس ليها إلا قناة واحدة، واللي لسه بيتعرض فيها البرنامج من سنة 2016. البرنامج بعد كده اتطور وبقى بيقدم مسابقات العباقرة كليات، والعباقرة أصدقاء، والعباقرة عائلات، ومؤخرا تم عرض برنامج العباقرة قادرون باختلاف، واللي نجح جدا وحصل على أعلى نسب مشاهدة. ده غير منح الدراسة اللي بيقدمها للطلبة المتفوقين بالمرحلة الثانوية. أما عن حياته الشخصية فهو متجوز وعنده 3 ولاد، عمر ولبنى ومريم، ولسه الأديب صاحب الفكر المستنير مستمر في نشر الثقافة والفكر بين الشباب بطريقة مبتكرة وجذابة. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.